السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الكوتلين في ويل اوبريتورز. الاوبريتورز اللي هي العمليات اللي بنعملها او الاشكال اللي بنعمل بيها عمليات. عندنا انواع كتير، انا طبعا دي مش كل الانواع اللي انا هعرضها، لكن دي غالب الانواع: الارثماتيك اوبريتورز، العمليات الحسابيه، الاساينمنت اوبريتور اللي هو معامل التخصيص او بنحط حاجه جوه حاجه، الانري بريفكس اوبريتورز، والانكريمنت والديكريمنت اللي هي زي البلس بلس والماينس ماينس، والكومباريزون المقارنه او الايكواليتي اللي بيساوي بعض اكبر منه اصغر منه والكلام ده كله، واللوجيكال اوبريتور اللي هي اند واور ونوت، والان اوبريتور اللي هو زي كلمه كونتين يعني موجود ولا مش موجود، والاندكس اللي احنا بنجيب بيه ترتيب الشيء الاندكس، والبيت وايز اوبريتورز اللي هي عمليات الشيفتنج وكلام زي كده. ما تتلخبطش، مش مهم، هناخد واحد واحد بالترتيب، ما تشغلش بالك. هبدا بالاريثماتيك اوبريتورز الشهيره اللي هي الاوبريتورز بتاعه العمليات الحسابيه، اللي هم الزائد والناقص والضرب والقسمه والمودلس، خلاص يعني جمع وطرح وضرب وقسمه وباقي قسمه صحيحه. وطبعا البلس دي بتستخدم معانا في الكونكاتينيشن اللي هي دمج الايه النصوص. فانا هروح على طول على اس ار سي واعمل كليك يمين كده وفوق كوتلين فايل جديد، نجرب فيها الاوبريتورز دي بتاعتنا. وعملنا اكزامبل 23، نجيب المين فانكشن بتاعتنا ونبدا نعمل فيها كده فاريبلز فال كده عشان تبقى قيمه ثابته ان اوم 1، والفاريبل دوت هدي له قيمه 17.7، وهعرف فال تاني ان او 2 وهدي له مثلا قيمه 7.7 وسيمي كولون او من غير كده. عملت 2 فاريبلز، وهعمل فاريبل ثالث هسميه ريزلت النتيجه يعني، ودوت هخلي نوعه دبل، وده بالنسبه لي اللي هحط فيه نتيجه العمليه اللي ما بين ان او 1 وان او 2، بس طبعا ده هيبقى فار مش هيبقى فال، على اساس دوت قيمته هتتغير عشان اعمل عليه كذا عمليه. فاقول له ريس اللي هي الريزلت بتساوي ان او 1 بلس ان او 2 كده. بجرب الاوبريتور بتاع الجمع واعمل برنت لاين على الكلام دوت، فهكتب نمبر 1 بلس نمبر 2 ايكوال، وهطبع بقى الفاريبل اللي هو الريزلت بتاعنا اللي هو الريس، فهطبع الفاريبل اللي هو الايه الريس، وبالشكل ده كده هيبقى ايه، هيطبع لي شكل النتيجه. انا هاخد بقى ان السطرين دول كده كوبي، واعمل بقى طبعا بقيه العمليات الثانيه بيست لواحد للماينس، واشيل البلس خليها ماينس، وفي الطباعه برضو خليها ماينس، وبعد كده معايا ايه البيست كمان. المره دي هنعمل ايه عمليه الضرب مالتيبليكيشن، واشيلها برضو في الطباعه، وبعدين بيست كمان هنعمل عمليه الايه القسمه ان 1 على ان او 2، وهنا نمبر 1 على نمبر 2، واعمل بيست كمان لان او 1 هنعمل بقى المودولس بقى القسمه الصحيحه، ما سيتبقى من باقي القسمه الصحيحه، وعلمت علامه المودلس، وكده جربنا كل الايه الاوبريتورز بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في العمليه ديت. فنقدر نيجي دلوقتي نعمل ايه، نعمل ران للارثماتيك اوبريتورز دي كلها، فهيجيب لي النتائج. فتلاحظوا بقى معانا في النتيجه هتلاقي طبعا الرقم الاولاني زائد الثاني طلع ب 25.4 اللي هي 14 او مظبوط اللي هي 7.7 طلع 14، وطرح بعض السبعه هتروح من 17 تبقى 10، وبعد كده الضرب 136، والقسمه 2 وشويه هي والمودلس. طيب البلس بس ما ننساش ان البلس ديت بالذات بتشتغل ككونكاتونيشن اوبريتور، خلاص البلس بتشتغل معانا صحيح بتاديشن، لكن لو كان نص مع نص، سترنج مع سترنج، بتشتغل كايه ككونكاتونيشن اوبريتور. فانا ممكن اعمل ايه؟ اعرف فاريبل دلوقتي بس يكون نصي اف 2 مثلا عادل، ولا حتى على فكره حتى ما كانش مكتوب فيه تكست، يعني ممكن يكون كاتبين فيه ارقام بس هو كان نصوص، يعني بلاش اف 2 نخليها مثلا فاريبل اكس، ونخلي بدل عادل مثلا رقم 7 خلاص، بس هي سترنج، يعني هو ما يفهمش ان السبعه دي اللي بعديها 8 واللي قبليها 6 والكلام ده كله. وعملت فار الواي مش الاكس، ودي هحط فيها 7 برضو ما بين دبل كوتيشن عشان تبقى دي برضو نصيه ما هياش رقميه. واعرف بقى الزد اللي هو عباره عن نتيجه الاكس زائد الواي، فقلت له اكس زائد الواي، فالمفترض ان هو كان يجيب لي 14، لكن طبعا هو مش هيعرف يعمل الكلام ده، هو في الاخر هيدمجهم جنب بعض. عملت الاكس والواي فال عشان مش هغير قيمتهم، اما الزد هي اللي هتبقى فاريبل، وعملت برنت لاين وهطبع بقى اكس بلس واي في الطباعه، و
هطبع الزد مش الريزلت، لا المفترض اطبع الزد. ماشي، بعد ما رنينا اهو اكس زائد واي طلع برقم، طبعا ده مش مظبوط عشان انا طبعا في الطباعه عم اخدت كوبي وبيست ما ركزتش ان احنا ايه مفترض ما نطبعش الريزلت، المفترض ان انا اطبع مين؟ اطبع قيمه الفاريبل اللي اسمه زد. فهعمل زد واسيب واعمل رن من جديد، هتطلع معايا النتيجه المره دي المفروض 7 جنبيها 7، يعني هتطلع معايا 77، مش هيفهم ان هي 14. بس ده كونكات، دمج الايه في، طالما اتعرف ان الحاجات عباره عن سترنج فهو بيدمج الحاجات جنب بعض ومش بيقدر ايه ومش بيقدر يفهمها، فدي كونكاتينيشن ايه اوبريتور.